هذا المنصب. خلونا ناخد هاتفيا المهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بالبرلمان. يا اهلا وسهلا سياده النائب، كل سنه وحضرتك طيب الاول. وسيادتك بخير، اهلا بسيادتك، اهلا بيك. الحركه المرتقبه، وكان بقالنا فتره طويله بنسال فين حركه المحافظين، وتخمينات كثيره جدا طلعت ثم ظهرت بشكل رسمي، وادى بالفعل المحافظون ونوابهم الجدد صباح اليوم اليمين الدستوريه امام الرئيس السيسي. شايف حضرتك هذه الحركة ازاي؟ وطبعا هسأل حضرتك عن فكرة تولي بعض من شباب البرنامج الرئاسي البي ال بي للمناصب في هذه الحركة، وتوقعاتك منهم ايه يا فندم، واحنا مستنيين ايه ومنتظرين ايه من هؤلاء المحافظين الجدد؟ شوفي، خليني في البداية يعني اسمحي لي ان انا الاول لابد ان احنا نرسل كل التحية للسادة المحافظين اللي انتهت مدة تكليفهم ولقيتهم، لأن الحقيقة احنا اشتغلنا معاهم، وفي منهم بالمناسبة يعني الحقيقة من اكتسبوا خبرات كبيرة جدا، ولكن هو التغيير سنة الحياة ولابد ان احنا نضخ دماء جديدة، ودي يمكن تعتبر اكبر او من اكبر الحركات على مستوى تاريخ المحافظين. انت بتتكلمي في 21 محافظ، الحقيقه عدد كبير جدا، وده يرتب لنا ترتيبات معينه. اولا المرحله مرحله جديده، وزي ما سيادتك شايفه هو في تنوع، يعني في لواءات شرطه ولواءات جيش ومستشارين واساتذه جامعه وامراه، ويعني يعني يعني الحقيقه في تشكيله طيبه جدا. الملفت ايضا للمساله هو العدد الكبير من النواب المحافظين والمساعدين، ويمكن هم يمثلوا يعني فئه عمريه من الشباب وايضا جيل الوسط، ودي ده يتسق مع ما اعلنه الرئيس السيسي في بدايه حقيقه توليه، سواء في الفتره الولايه الاولى وتاكيده في الولايه الثانيه، ان الشباب يعني جزء اصيل من البرنامج الرئاسي ومن فكره، واللي يشوف حضرتك النتائج بتاعه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في الفئات العمريه لل 100 مليون هيعرف ان احنا النسبه الغالبه في الشعب المصري هم من الشباب وجيل الوسط، وده اللي الدوله شغاله فيه في تمكين هؤلاء الشباب وهذا الجيل، ولكن شريطه ان هو زي ما سيادتك كنت بتقولي شريطه ان هو يكون شباب مؤهل، صحيح، متخصص وعارف هو هيعمل ايه. صحيح. ده النهارده اهو ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد ان هو بدايه وليست نهايه، دي خطوه اولى وبيتحقق، والرهان بقى عليهم الحقيقه يعني. وعشان كده انا الحقيقه لابد ان انا استغل مداخلتي معاكي واوجه للي بيسمعني يعني منهم نصيحه، ان اولا الملف المحلي زي ما سيادتك عارفه والتقينا كثيرا ملف متشابك ومعقد، صحيح، وتفاصيله كثيره جدا، وبالتالي انا يعني لابد ان هم يخضعوا لمرحله كده يقعدوا مع نفسهم ويفتحوا الملفات ويدرسوها اولا من الناحيه النظريه قبل ان يعني ياخدوا فتره كده اسبوعين يعني يخوضوا في اكثر التفاصيل دقه، بعد كده يبدا يكون ايه رؤيه في المساله وينزل ميدانيا الشوارع ويرتقي والى اخره. يعني حضرتك لا ترشح انه ينزلوا على طول ميداني، لا يقعدوا الاول يقروا الملفات. هيصطدم الميدان، حضرتك هيصطدم باكثر من جهه، الاول هيصطدم بالمواطنين، هيصطدم بنواب البرلمان، وممكن نازل دايره نائب، طبعا نائب النهارده انت بتتكلمي في نائب بقاله 3 سنين في المجلس النيابي، يعني ده لو افترضنا ان هو نائب جديد، فلو في منهم مخضرمين، فلو افترضنا ان نائب جديد اكتسب خبره كبيره جدا، فهيجي له شاب قد يكون لسه مش ملم ب يعني التفاصيل الفنيه والحرفيه للعمل الميداني، هيبداوا العمل ب انا سيادة النائب في سؤال عندي الحقيقه، وانا طبعا لا حضرتك ولا انا ولا نحب ابدا في الاعلام ان احنا نقول مسلم ومسيحي، اعتقد كده حضرتك عرفت انا هتكلم على ايه، لكن المواطن حتى في الشارع في كده تحس انه حاله يعني مش قادره اقول عامه، بس من الناس اللي شفناها في الشارع اللي بتتكلم بتقول لك فكره انه اول محافظه، اول امراه محافظه امراه ومسيحيه، فدي
هل دي يعني بتؤكد فكرة ان احنا ماشيين في طريق في الاستناد الى الكفاءات، المساواة الاجتماعية؟ مصر عمرها ما كانت دولة بتقول مسلم ومسيحي، احنا بنعتمد على الكفاءات بالمقام الاول. يعني هل وقفت شوية عند النقطة دي يا ست النائب؟ الحقيقة هقول لك ليه ما وقفتش قدامها، لان هو الرئيس الحقيقة احنا بقالنا معاه اهو يعني ولاية الاولى، الفترة الاولى خلصناها وبداية الولاية الثانية خلاص عرفنا هو الاطار العمل الفكري كمان، اطار مش مجرد التنفيذي، لا الفكر نفسه، الوعي نفسه اللي بيحاول ان هو يسعى دائما الى ان هو ينشره شكله عمل ازاي. مسألة التمييز ليس فقط مسلم ومسيحي، لا ده احنا بنتكلم في رجل وامرأة، بنتكلم في شباب ومش شباب، بنتكلم في يعني مسألة التمييز الحقيقة هو بيحاول ان هو يعني يلقي الضوء عليها، بان يعني ما يجبش انها تكون بالشكل اللي كانت موجودة عليه في الفترات السابقة. وبالتالي انت بتجد النهاردة في كل حركة، ليس في حركة المحافظين ولكن في التشكيل الوزاري، في الهيئات القضائية، في يعني مسألة ان هو بيعمل الجديد. شفنا المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة الحياة بنحييها برضو، أدت وحاولت وكانت بتجتهد، موجودة حاضرة، كانت كأول محافظ امرأة. فيعني دي مسائل الحقيقة احنا بنأيدها وبنشجعها وتديلك انعكاس حوالين انت داخلة على ايه بعد كده. يعني بشكرك جزيل الشكر سيادة النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة ادارة المحلية بالبرلمان، وانا بشكرك جدا انه حضرتك بدأت حديثك بتوجيه الشكر والتقدير والعرفان لكل من ترك منصبه بالفعل. الموضوع ده مهم جدا، وانك تحسس اي حد بيشتغل في منصب عام انه بعد ما بيترك هذا المنصب وبيصبح يعني خلاص مش حد مسؤول في الدولة، مع انه كل مواطن مسؤول لكن يعني ما عندوش منصب رسمي، فكرة انه انت تحسسه انه عملك تم تقديره، انجازك تم تقديره، على الاقل حرصك حتى بالنوايا الطيبة بالعمل الدؤوب حاولت انك انت تعمل اللي عليك، فاحنا بنقول لك شكرا على ده. دي نقطة مهمة جدا، مش أي حد بيشتغل كده وبيطلع خلاص ننساه ونبدأ نبص للجديد بدون ما نتوجه بالشكر لكل من خدم هذا الوطن بقدر ما استطاع. هنطلع نشوف سريعا